وللمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع معنا السيد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، مصر لعبت دورا رياديا في القارة الأفريقية منذ تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، كيف ترى هذا الدور؟ حقيقة يعني وضع دولي معاصر تحتاج فيه أفريقيا لتضافر الجهود في الذكرى 25، في ذكرى يوم 25 مايو كل عام نحتفل بيوم أفريقيا، هذا اليوم العظيم اللي ساهمت فيه قيادات أفريقية قادت حروب الاستقلال ضد الاستعمار في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، يوم تاريخي نستذكر فيه الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكوامي نكروما وأحمد أهيجو وأحمد بنبلة والقادة وأحمد سيكيتوري والقادة التاريخيين لمنظمة الوحدة الأفريقية. واليوم نواجه في قاراتنا الإفريقية العديد من التحديات. السيد الرئيس كان لي تويتر صباح اليوم، هذا الشعور بالانتماء للقارة الإفريقية عادة ليؤطر لسياسات مصر الخارجية واستراتيجياتها في توقيت أفريقيا في أشد الحاجة لتبادل الرأي والمشورة والخبرات، وحكماء القارة وعلى رأسهم السيد الرئيس يستطيعون أن يقدموا لشعوب القارة الحلول. كل هذه التحديات أمامها أيضا مكاسب إفريقية كان لمصر خلال عام الرئاسة يعني دور هام ورئيسي في إطلاق المبادرة الأهم وهي منطقة التجارة الحرة التفضيلية الأفريقية واللي هي الـ FTA أفريكا الأكبر على المستوى العالمي، وبالتالي الأفاق مفتوحة لكي تنظر إفريقيا. يعني اليوم ونحن نحتفل بيوم أفريقيا أطلق الاتحاد الإفريقي فلسفة جديدة لحماية أمن الغذائي بالاعتماد على الموارد المحلية. تذكر حضرتك أمس السيد الرئيس اجتمع بشركة تطوير ريف مصر ووزيري الري والزراعة ليؤكد أهمية إضافة مساحات كبرى للرقعة الزراعية 1.5 مليون فدان من خلال شركة تطوير الريف المصري لحماية الأمن الغذائي. السيد الرئيس يدرك أن كما هو الحال في مصر الحال في أفريقيا، ما لم نملك غذائنا لن نملك قرارنا، وبالتالي الاتحاد الإفريقي اليوم بيعلن مبادرته لاعتماد على الغذاء الإفريقي. يعني احنا كلنا بنتحرك في إطار الاستيراد، بنتحرك في إطار أنماط جديدة من الغذاء كالفاست فود وغيرها، ولكن لدينا داخل القارة غذائنا نستطيع أن نعتمد عليه ونطوره ونتبادله فيما بيننا. فأنا أعتقد أن قضايا مثل قضايا الحوكمة أيضا وانتشار الفساد كلها أمور أثقلت عاتق إفريقيا، وأبنائنا وشعوبنا وشبابنا ونسائنا أصبحوا متطلعين لمستقبل أفضل، هم على اتصال بالعالم الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الميديا الجديدة، وبالتالي لا يمكن استمرار الأوضاع في بعض البلدان الإفريقية عرضة للضغوط والفساد والانقلابات العسكرية التي أضرت بالقارة. نعم، إذا كانت منظمة الوحدة الأفريقية أو الاتحاد الأفريقي كما أنشئ يعني ساهمت في تعزيز العلاقات والتعاون بين الدول الأفريقية. شكرا جزيلا السيد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.